السلام عليكم. تجري الأيام أسرع مما ينبغي، ها هو قد مضى 5 أشهر ولم يتبقى سوى أقل من شهر واحد على نهاية الحدث العالمي الأروع والأهم في تاريخ المنطقة، معرض إكسبو دبي 2020. أكثر من 120 يوماً من التعاون لصنع مستقبل أفضل للبشرية والسعي نحو عالم جديد في أعظم استعراض الذكاء والإنجاز البشري. أكثر من 120 يوماً من عرض لأفضل الممارسات والمشاريع والجهود العالمية التي توفر حلولاً ملموسة لأكبر التحديات العالمية وتدعم أهداف التنمية المستدامة. أكثر من 120 يوماً من تحفيز وتعزيز للعلاقات التجارية العالمية وتمهيد الطريق لمستقبل تعاوني عالمي مبتكر. أكثر من 120 يوماً وهذا الحدث الاستثنائي يسوق لدبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة من جديد كأفضل وجهة استثمارية وسياحية حول العالم بعد كورونا. وهذا ليس كلاماً وإنما أرقام وحقائق مذهلة. حطمت الرقم القياسي من حيث عدد الزوار، حيث فاق عدد زوار المعرض 10 مليون زائر. أكثر من 60 مليون هو عدد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية، والتي تمكن الزائرين من القيام بجولة افتراضية حية عبر الموقع الإلكتروني، مضافا إليها العروض الرئيسية التي كان لها دور في استقطاب ملايين المشاهدين من جميع أنحاء العالم. أكثر من 30 رئيساً وملكاً زاروا إكسبو دبي منذ بدايته، وأكدوا جميعاً على أن إكسبو دبي هو مفتاح لعصر جديد من التعاون والتجارة والازدهار العالمي. أكثر من 10,000 زيارة لمسؤولين حكوميين، أكثر من 1,000,000 رحلة مجانية عبر حفلات إكسبو، أكثر من 30,000 متطوع ساهموا في تقديم نسخة استثنائية من إكسبو، ويمثلون أكثر من 135 جنسية، و63% من المتطوعين هم من مواطني الإمارات، 65% من الإناث، في حدث تاريخي في مسيرة العمل التطوعي. أكثر من 4 أشهر مضت من التجارب المذهلة والمتنوعة في إكسبو 2020. أثبتت دبي قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على جمع العالم بنجاح وأمان وسلامة وقيادة الحراك العالمي نحو التعافي بعد جائحة كورونا. من لم يزر معرض إكسبو أود أن أقول له لم يتبقى سوى القليل من الوقت، ولن تكفي زيارة واحدة، يجب زيارة المعرض أكثر من مرة. لا زال أمامكم فرصة مثالية لاستكشاف 192 جناح من أجنحة الدول المختلفة والتعرف على ثقافات وفنون مختلفة وتذوق أشهر الأطباق من كل ركن من أركان العالم وتجربة أحدث تقنيات وتكنولوجيا المستقبل والاستمتاع بتجارب ترفيهية لا سابق لها. لا زال أمامكم فرصة لزيارة أعظم استعراض للذكاء والإنجاز البشري على مر التاريخ. لا تفوتوا هذه الفرصة النادرة والتي قد لا تأتي للبعض إلا مرة واحدة في العمر. إكسبو دبي 2020 مستمر في استقبال زواره حتى 31 مارس 2022 بكل تألق ونجاح وصورة مشرفة لنا جميعا. تفرض علينا شكر قيادة دولة الإمارات ومسؤولي المعرض وجنود الخفاء في هذا الحدث العالمي المبهر، وتقديم وردة تقدير وعرفان لهم جميعا. لا تفوتوا فرصة زيارة هذا الحدث العالمي الفريد من نوعه، فلم يتبقى من الوقت إلا القليل. والله يحفظكم ويحفظ بلدكم.